متجوزين بقالكم كام سنة؟ ليه كده بس؟ ليه 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 ولا لسه الدنيا في اولها؟ يا جامد يا جامد. انا واقف وسط اتنين ستات ومفيش حد يجي يسند يا جماعة. انا واقف لوحدي كده بطولي. الجواز اخباره ايه؟ زي الفل. جميل. انت عينك رجرجت شويه؟ الدمعه هتفرق؟ طبعا اي حد يتجوز ما يبقاش متجوز يعني. طب احكي لهم مثلا يعني لما بتتخانقوا في الدنيا سنوات بتزعق ما بتزعقيش خالص؟ بتتجمع بجد؟ ماما مع بعض بسيط. احنا اصحاب. انتوا عينك كوميدي خالص؟ ما تتخانقوش ازاي؟ مش كده فاهم؟ ما نمسك الخشب، انتوا عايزين مونة النقدية مش نمسك الخشب فانت لا يا ولد لسه كنت فرحانة. بجد؟ ارجع فين؟ يا ايه ده ما بفهمش على حضرتك خالص يعني. طب بيجيبوا ايه؟ استرخصوا ولا بيجيبوا الفلوس ولا بيجيبوا الفلوس؟ مش عارف. وفي يا جماعة؟ قوم الناس دلوقتي ما فتحتش خدت معلقة من النيل. ايوه بتهيني عشان الدكتور. ليه لازمته؟ ايه لازمته؟ عشان اما نجيب مراويز بداله. طب ما تخلع تاخده. يا نهار ابيض. انصحني بايه من البدايه؟ متجوز. طب ايه طب يعني فك العلاقه اللي انت بتقوليها. طب انا ايه طيب اروح طيب؟ وحد وسط بناتك ما يهمني. ابني وبنتي ان شاء الله جهزتها برضه من هنا وجايه. عملت فيه كده بعيده. عملت ايه؟ عملت فيه متجوزين ولا ايه؟ اه والله كنت كلهم يعيطوا. انا بقال لازم زبان. معروف ده معروف. على فكره مش اول مره ان انا اشتري من المكان. يمكن خامس سادس مره جهاز بنتي وشقتي كلها غيرتها من المكان. بس ما فيش ست مش متجوزه. يا سلام. لا. لا مش متجوزه. لا. لما مش عارفه مسافر سمعتك للدرجات دي ولا ايه؟ طب مسافره بتعملي ايه بقى؟ احكي لي. لو رجع بيجي الزمن هتتجوزي؟ مفيش حاجه في بالي الا ما حقيقي يعني. يعني سواء كانت ادوات مطبخ، ادوات كهربائيه، كل حاجه، حتى ادوات كمبيوتر. يعني فاجئت برضه ان انا لقيتها، يعني مفيش حاجه ما لقيتهاش. يمكن حتى بعد زياده الدولار هو لسه بيبيع بالاسعار، يعني لسه ما جاش. لسه ما زودش. طب قولي لهم بقى، قولي لهم. لا لسه ما زودش الاسعار، اللي عايز يلحق بقى يشتري اي حاجه يلحق. لا احكي لي ايه؟ تنصحني بايه؟ انصحك بايه؟ يعني اجهزتك ايه؟ الثانيه ضحكت. قولي لي ثلاث مميزات في الجهاز. ثلاث مميزات. او واحده يعني هتلاقي ايه؟ اولا اول حاجه بنعمل نص دم، حاجه ثانيه هو الفطار، حاجه ثالثه هو الصبح يبقى بعد الاكل الام بتبقى كنا كل حاجه. يعني تنصحيني ولا ايه؟ لا طبعا. طيب عموما بصي، لو حضرتك ما تعرفيش النهارده كان عيد ميلاد ابني طلعت، وبيوزعوا هدايا قيمه كده لكل العملاء اللي جم النهارده. فدي هديه بسيطه مقدمه من ربي طلعت. يا بصي يا ماما هتسلمها، بس انا عارف انها في البيت عندك خلاص بقى، يعني عنيش على طول. عنيش يعني. الف مبروك. قال عليك يا ست، انا واقف من الصبح ما خدتش حاجه ولا حاجه. ان شاء الله طيب. بس انا كنت عايزه دي هديه بسيطه من ربي طلعت. يعني شرفتنا و